شعبان خليل، مدير مركز الفيزياء النظرية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأستاذ زائر بمدينة قسم الفيزياء بجامعة ساوث هامبتون بإنجلترا. في الحقيقة أنا حصلت على الماجستير والدكتوراه والدبلوم في المعامل الفيزياء، كل الدراسات العليا بتاعتي في مركز الدولي للفيزياء النظرية. مركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل ابتدى في يناير في 1 فبراير 2012، كان لي شرف ان اول مركز يبدا واول مجموعه بحثيه تبدا في المدينه. في الفتره اللي اشتغلنا فيها من فبراير لغايه سبتمبر اللي هي حوالي 7 شهور، انجزنا اكثر من 25 بحث نظري واكثر من 40 بحث مشاركين فيهم عملي مع مجموعه سير. اكثر من نص الابحاث سواء العملي او النظري تم نشره بالفعل في مجلات عالميه معروفه زي الفيزيكال ريفيو والفيزيكس ليتر والجورنال اوف هايدروجي فيزيكس انترناشونال جورنال اوف هايدروجي فيزيكس. كل الجورنالز دي ليها امباكت فاكتورز عالي جدا، يمكن 5 6، ده اعلى امباكت فاكتورز في مجال الفيزياء النظريه. نعمل دراسة لبعض النظريات البحتة الفيزيائية اللي بتقول ان ممكن يكون في نوع من انواع التوحيد ما بين القوى الاساسية الموجودة في الكون. فيزياء فلكية نظرية، ان انا ما بعملش ارصادات بالتلسكوبات وكده، انا بعمل شغل نظري عن تطور الكون، تطور المجرات فيه. انا محتاج اشرح لهم منين، ايه اللي حصل بالظبط، ايه ازاي ابتدي نظرية الكون حاليا. مثلا عبارة عن ان الكون ابتدى من حالة شبه متجانسة، بنحاول بقى عن طريق كمبيوترات كبيرة، حاسبات آلية كبيرة جدا، ومفروض ان احنا بنحاول ننشئ هنا في مدينة زويل نوع ده من الحاسب الآلي فيه مثلا 1000 كورة او اكثر، 1000 بروسيسور كمبيوتنج، بنوزع الحسابات على الكمبيوترات دي كلها بتشتغل في نفس الوقت ونشرح بيها تطور الكون من بدايته، من بداية احنا نعتقد ان احنا عارفين الفيزيكال ستيت بتاعته من اول ثانيه او اقل. الادابتيف اوبتكس اللي بتستخدم دلوقتي في الطيارات الجيش وبتاع عشان يضربوا بيها، والحاجات دي اللي بنشوف ساعات فيديوز عاملينه كلير قوي من طياره امريكاني وهي بتضرب مثلا، ده الادابتيف اوبتكس دي برضه تطورت جامد جدا في الارصادات الفلكيه في التلسكوبات. لكن سو فار بيبقى في مجموعه نظريه مرتبطه بشكل كبير بمجموعه الجسيمات الاوليه اللي هي بتشتغل في سير، مجموعه الفيزياء الفلكيه اللي بتشتغل في السماء وبتشتغل في تجارب ناسا وبتشتغل في حاجات تانيه كتير، واحنا المجموعه النظري اللي هي بتعمل لينك وربط مع المجموعتين. أنا والدكتور شعبان حاولنا نكون مجموعة بتعمل أبحاث في الفيزياء النظرية بشكل عام، وخصوصا في فيزياء الجسيمات الأولية اللي هي بتدرس في الحقيقة القوانين الدقيقة جدا والقوانين التحت الذرية. عملنا دوت في 2006، وبعد كده لما جيت فرصة ان احنا نشترك او نيجي في مدينة زويل كانت بالنسبة لنا طبعا حاجة جميلة جدا، ان نلاقي في الحقيقة مكان نقدر نعمل فيه ابحاث، هي عبارة عن ابحاث ليها علاقة بقوانين العالم الصغير قوي، قوانين العالم الكبير قوي، بحاول نفهم الاثنين بشكل موحد في الحقيقة. قوانين العالم الصغير قوي اللي هي القوانين اللي هي بتتحكم في الجسيمات تحت الذريه، قوانين العالم الكبير قوي القوانين اللي هي بتتحكم في المجرات وتطورها. وفي الحقيقه دراسه الكون كله كنظام فيزيائي موحد. الفريق العمل بتاعنا في الثلاث مجاميع سو فار بحوالي 20 واحد. انا ادريس من الجزائر، انا وانا اشتغل كطالب دكتوراه تحت اشراف البروفيسور شعبان خليل في مدينه زويل سيتي للعلوم والتكنولوجيا. موضوع البحث هو اللي اشتغل فيه هو السوبر سيمتريك سي بي فايليشن ات اتش سي بي اكسبيرمنت، وهذا موضوع يعني له اهميه بالغه من حيث اننا نعرف بعض اللي ممكن، حيث اننا نعرف بعض التناظرات التي
تم اختراقها خلال الانفجار العظيم او البيج بانج. وموضوع البحث بتاعي انا بشتغل في مجال النيترينو فيزيكس. النيترينو يعتبر احد البازلز اللي موجوده في مجال الجسيمات الاوليه. ويعني احنا لو بنعرف طبيعه هذا الجسيم وازاي بيحصل اوسيليشنز وازاي هو بيؤثر في السيمتريز والفاميلي سيمتريز الموجوده في الموجوده ما بين هذه الجسيمات الاوليه، هنعرف كتير عن نقدر نعرف بعد كده طبيعه هذه الجسيمات الاوليه ونقدر نعرف طبيعه نشاه هذا الكون. مجموعه الفيزيائيين اللي موجودين في المركز الفيزياء النظريه بنين سويل بداوا دراستهم في المركز الدولي لعبد السلام، لكن الرساله الهدف ده فضل في بيراودنا برضو ان احنا نعمل ولو حاجه صغيره شبيهه بده جوه مصر. محاوله انشاء مركز فيزياء نظريه او مؤسسه علميه كبيره او جامعه او مدينه بتضار لاكبر دي كلها مش سهله في مصر. انا مثلا مع الدكتور شعبان خليل والدكتور عادل عوض وغيرهم بنحاول كنا لفتره وما نجحناش قوي ننشئ مركز فيزياء نظريه. وزي ما قلت انا كجروب استروفيزيكس بالذات كان عندي صعوبات جامده جدا، واي هوب ان المره دي ننجح.